السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك في موضوع جديد، وموضوع اليوم هو كيف يمكنك إرسال رسائل غير محدودة ومجانية لجميع شبكات الاتصال المغربية، أقصد هنا اتصالات المغرب، ميديتيل وإنوي. طبعا هذا الموضوع يهم فقط المغاربة، لهذا لو تسمحوا لي فإن شاء الله في حلقة أخرى سأتطرق إلى عمل اتصالات غير محدودة كذلك بواسطة هاتفك أندرويد. طبعا البرنامج الذي يتواجد بين أيدينا اليوم وهو برنامج EHE SMS. هذا البرنامج الذي تم تطويره من طرف مهندس أو طالب مهندس في المحمدية، في مدينة المحمدية. البرنامج أو التطبيق تستطيع من خلاله إرسال رسائل غير محدودة ومجانية لجميع الهواتف النقالة، سواء كانت أو الشبكات، سواء كانت اتصالات المغرب، ميديتيل أو إنوي. بالنسبة للتطبيق، ما يميزه أن الرسائل تصل بسرعة سرعة البرق. فعندما جربته يعني تشفجأت بسرعة إرسال الرسائل، إضافة إلى أن طريقة التسجيل هي بسيطة للغاية. كل هذا سنشاهده الآن في هذا الشرح، ابقوا معي. على بركة الله، أول شيء تذهب إلى أب، ثم تذهب إلى الأب ستور أو عفوا إلى جوجل بلاي، تقوم بالبحث عن EHE SMS. أعتقد هذه الخطوات الكل يعلمها. إذا سيرش، ثم ستجد التطبيق، تختار EHE SMS ثم انستال. الآن accept and download. إذا الآن ننتظر تحميل التطبيق. بعد تحميل وتثبيت التطبيق نقوم بفتحه، ثم نذهب مباشرة إلى انسكريبسيون، ثم بعد ذلك نقوم بكتابة الاسم والإيميل، ثم الموبايل أو رقم الهاتف. إذا رقم الهاتف كيف يكتب؟ 212-6. وبعد ذلك تستكمل كتابة رقمك الهاتفي، ثم تنقر على انسكريبسيون. طبعا سأكري مون كونت، طبعا ستصلك رسالة SMS. هذه الرسالة بها الباسورد الذي من خلاله ستسجل دخولك. إذا open، وسأقوم الآن بكتابة الإيميل، ثم كونكسيون. بعد ذلك أذهب إلى مساج، ثم في أنفوي أ أقوم هنا بكتابة الرقم الذي أريد أن أرسل له الاسمس، طبعا 212 ثم 6، وأشرع في كتابة الرقم الهاتفي. إذن على سبيل المثال سأرسل الرسالة فقط لي، ثم سأختار send أو envoy. الآن بعد قليل تسمع الرسالة، إذن قد أرسلتها. جيد، وصلت الإجابة. إذن لم يبقى لي في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكرك على حسن تتبعك، على أمل اللقاء بك في حلقة أخرى بإذن الله. إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تنسى أن تنقر على الزر لايك، ثم الشير مع أصدقائك، وفي أي وقت يمكنك كذلك النقر على الزر سبسكرايب إذا كنت تتواجد على قناتنا في اليوتيوب، من أجل المزيد من الفيديوهات ومن أجل المزيد من الحلقات. في أي وقت كذلك لا تنسى أن تزور موقعنا الرسمي ومدونة الرسمية للمحترف على www.teachtreeprofessional.com، وفي أي وقت لا تنسى كذلك زيارتنا على صفحتنا في فيسبوك، facebook.com/teachtreeprofessional. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشاو تشاو.